مساكم فل اللي من الفخامة والتميز والرقي. اليوم تغطيتنا راح تكون مختلفة. فندق إيلاف الدمام، هذا الفندق من فئة الأربع نجوم. ناخذ الآن جولة نتعرف على الفندق والمرافق اللي موجودة فيه. موقعه الدمام، حي الشاطئ الشرقي، هناك يصير شارع الخليج. سيتي ماكس هو يصير مباشرة خلف سيتي ماكس. خليكم معنا في جولتنا، وعلى فكرة أسعارهم جدا جدا مناسبة. الحلو بفندق إيلاف إن عندهم تجديد مستمر إلى الديكور، يعني اللي جوا من قبل راح يجوا الآن راح يشوفونه مختلف. نصور لكم نموذج من الغرف، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه غرفة وصالة، شايفين كيف الصالة رحبة. طبعا هذا التزيين داعدكم أي مناسبة يرتبوا لكم إياه. هذه الصالة، وهذه دورة المياه الله يعزكم، وهنا ركن حق الكافي، وهذه غرفة النوم. ما شاء الله تبارك الله، ايش رايكم؟ المفاجأة، تخيلوا معاي السعر. هالصالة الرحبة مع الغرفة بكم يا جماعة؟ ب 350 ريال. طبعا في المواسم تختلف الأسعار، ولكن أسعارهم طول السنة مناسبة. وهذا نموذج ثاني، طبعا هذه غرفة ودورة مياه فقط ب 250 ريال. وهذا نموذج آخر إلى غرفة وصالة، ولكن جاي أصغر، يعني الصالة صغيرة مع الميني بار. طبعا مو صغيرة ما شاء الله تبارك الله، بس أصغر من اللي صورناها قبل شوي. هذه دورة المياه عزكم الله، وهذه غرفة النوم، هذه ب300 ريال. فخامة الديكور، المكان ما شاء الله تبارك الله نظيف، والروائح اللي يستخدموها مرة مرة ذكية. مفاجأة الأسعار يا جماعة. طبعا هذا نموذج غرفتين وصالة، هذه الصالة ما شاء الله تبارك الله، وهنا الركن حق الكافي، وهذه غرفة النوم ما شاء الله تبارك، وهذه دورة المياه. الألوان، الإضاءات، النظافة، واضح أننا مهتمين في المكان. وهذه الغرفة السريرين، يعني هذه مناسبة جدا حق العوائل، غرفتين وصالة. كم هذه يا جماعة؟ تخيلوا أن كل هذا ب 400 ريال فقط. طبعا مثل ما قلت لكم في المواسم تتغير الأسعار، ولكن حاليا ب 400 ريال. وهذا الدور العلوي الكافي شوب، عن أي فخامة ورواق تتكلم. ما شاء الله عليك يا إيلاف، مكان مرة مرة رايق. جميل المكان يا جماعة، ما شاء الله. شوفوا كيف يا جماعة كمية الرواق، شلون هالمكان يصنع الأجواء. يا حركات، يعني عندكم كذا عيد ميلاد ولا شيء؟ شو هالرواق هذا؟ طبعا عندكم هنا الاندور، وعندكم هنا الاوتدور. طبعا هالايام الجو بدا يحلو، تعال يا حبيبي وروق. ما شاء الله تبارك الله. طبعا مو فقط عندهم حلا، لا، عندهم اطباق، عندهم فطور، عندهم غداء، عندهم عشاء، دايناميت تشيكن، عندهم هنا صدور دجاج، كساديا، عندهم اطباق كثيره. يعني تجي هنا تستمتع بالاجواء، تستمتع بالاكل. ان شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطيه. بعد السناب هذه راح احط لكم رقم الحجوزات، واصلوا معاهم بشكل مباشر، واوقات ممتعه لكم.